أحداث غريبة وتفاصيل مهمة في تاريخ مصر حصلت في القصور الرئاسية الشهيرة في القاهرة، لكن بعض الأحداث دي كانت مهمة جدا وأثرت على مستقبل مصر والمصريين بعدها. إيه اللي حصل في قصر القبة؟ وإزاي كان لحادث قصر الاتحادية تأثير في حياة المصريين؟ كل ده وأكتر هتقدر تعرفه في دقائق التقرير ده من 5 بالعربي. مين فينا ما تمناش في يوم انه يدخل القصور الرئاسية الفخمة الموجودة في مصر، واللي تعتبر تحفة فنية في حد ذاتها، بتعبر عن تاريخ مصر وأصالتها وبتبهر اي حد بيزورها من الاجانب. وعلى الرغم من ان مصر فيها اكتر من 30 قصر رئاسي معروفين، الا ان بعض القصور دي كانت شهرته بتغلب عن باقي القصور، مش بس لانهم كانوا المقر الاساسي للحكم، وإنما للأحداث المهمة اللي حصلت فيهم، واللي بعضها كان مهم وخطير لدرجة إنه أثر على مستقبل مصر ومصير المصريين. ومن حكاوي القصور دي نرجع بالزمن لورا شوية، وبالتحديد في سنة 1942 في عز ما كانت المواجهة العالمية الثانية في أقصى درجاتها، وكان الملك فاروق بيحكم مصر من قصر عابدين. ووقتها كان الملك فاروق بيدعم ألمانيا بشكل ضمني على إنها تخلص مصر من السيطرة الإنجليزية الطويلة، فكان ده محل غضب واستياء الإنجليز من الملك، وخصوصاً مع وصول الألمان لحدود مصر من ناحية ليبيا. وعلشان كده قرر الإنجليز إنهم يجيبوا حكومة من حزب الوفد علشان يهدوا الشارع المصري ويتأكدوا من التزام مصر بمعاهدة 36 اللي أبرمها الوفديين معاهم، ومنحت الإنجليز مزايا سياسية كتيرة جداً وقتها. لكن الملك فاروق كان معاند لمطالب الإنجليز ورافض لتعيين الحكومة الوفدية دي، فما كان من الإنجليز إلا إنهم جم بالدبابات وحصروا قصر عابدين بالدبابات، وكان جوه القصر الملك فاروق، وده أجبره في النهاية على قبول مطالب وتعيين حكومة وفدية. أما القصة التانية بقى، ودي حصلت سنة 90، وكان بطلها الشاب أدهم صهيب حافظ ابن المستشار صهيب حافظ، وبترجع تفاصيل الحادثة دي واللي هددت حياة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بحسب التحقيقات وقتها إلى مشادة حصلت بين أدهم ووالده. وقتها اتطورت المشادة من مرحلة الاشتباك اللفظي إلى الاشتباك الفعلي، لما قام المستشار ده بصفع ابنه قدام إخوات البنات، وده تسبب في غضب الابن بشدة، وتوعد والده بأنه هيجيب له مصيبة ويخلي اسمه على كل لسان. وبالفعل قام أدهم واستولى على سلاح كان بيمتلك والده، وخرج من البيت وركب العربية بتاعتهم وراح بيها ناحية قصر الاتحادية اللي فيه الرئيس الراحل، ونجح في أنه يقتحم باب القصر بسرعة عربيته الفائقة، وفضل يمشي داخل القصر لكنه تفاجأ بحاجز حديدي ضخم جدا بيشتغل بشكل إلكتروني ما يقدرش يتخطاه. وفي اللحظة دي رجع بعربيته لورا، لكنه برضو ما قدرش يرجع أكتر من 3 متر، وبعدها نزل من العربية وبدأ يطلق مقذوفات على كل اللي شافهم، وده اتسبب في إصابة بعض أفراد الحراسة قبل ما يتمكنوا من إنهاء حياته. وبعد كده أكدت تحقيقات النيابة العامة إن أدهم كان بيعاني من أزمة نفسية هي اللي دفعته للقيام بالأمور دي كلها. أما قصر القبة فالحادث اللي حصل فيه كان من فترة قريبة نسبيا، وتحديداً في سنة 2015 لما حصل حادث اعتداء قام بيه مجهولين قدام باب القصر الرئيسي باستخدام مادة شديدة التدمير من نوع بناء الصنع. ووقتها فرضت الأجهزة المختصة كردون حوالين مسرح الحادث، وقاموا بعملية تمشيط واسعة النطاق في محيط القصر دون العثور على أي مواد خطيرة تانية. وأصفر الحادث ده عن تعرض 2 من رجال الشرطة للجروح، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج، في حين أكدت التحقيقات إن الحادث ده قام بيه مجهولين ونفذوه عن بعد.